السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايز أسألكم سؤال، يا ترى إيه إحساسك لما بتشوف عربية معدلة، عربية مجنونة، عربية شكلها مختلف، عربية مميزة؟ كم مرة نمت وحلمت إنك تسوقها، تركبها، تمتلكها، تتمشى بيها، حتى بس تاخد بيها لفة؟ لو نفسك في كده يبقى أهلا بيك معانا في حلقتنا النهاردة، حلقة جديدة مختلفة مجنونة متميزة. عايزك تسيب كل اللي في إيدك وتفضل معايا شوية. حلقة النهاردة حلقة الدلع، ازاي تدلع عربيتك، تعدلها، تجننها، ازاي تديها طبع مميز يعبر عن شخصيتك، والطبع ده ببلاش. ايوه بالظبط كده زي ما سمعت، طبع ببلاش. وهتتعلم معانا النهارده ازاي تعمل التعديل ده والشغل ده بايدك. معانا النهارده ضيف مميز جدا جدا جدا، وحلقه مميزه جدا جدا جدا. ضيف ممكن يكون تحس من شكله انه هادي، بس طبعه طبع الفنانين، متخصص، مش بيفكر، لا بيتخيل وبيحلم وبيقوم يحقق حلمه. مش بس كده، هنتعلم معاه ازاي وبايدينا نحقق الحلم ده. معانا ومعاكم النهارده في الاستوديو الاستاذ رأفت مناع، متخصص في تعديل السيارات. هنتكلم معاه عن التعديل بشكل كامل، ازاي يعدل الفوانيس، ازاي يدي عربيته طابع مميز وبرضه باقل تكلفه، لان هي المشكله الاساسيه في التعديل بتكون دايما التكلفه. عشان نعمل القصه دي بايدينا من غير ما تكلفنا، استنوني النهاردة بعد الفاصل عشان نتفرج على حلقة مميزة جدا. اوعى تروح حتة تانية، استنوني. بتستورد من برا مصر؟ سيارات، أغذية، ملابس، أو أي سلعة تانية؟ استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال؟ كنا بننام من غير قلق، من غير توتر، بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. بتستورد من برا مصر؟ سيارات، أغذية، ملابس، أو أي سلعة تانية؟ استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال؟ كنا بننام من غير قلق، من غير توتر، بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان.
اهلا بحضراتكم مره تانية، ومعانا ضيفنا الجميل في الاستوديو الاستاذ رأفت مناع، متخصص في تعديل السيارات، ونقول له اهلا وسهلا وحمد لله على السلامه. الله يحييك يا باشمهندس، ربنا يعزك. خلينا نتكلم يا استاذ رأفت النهارده في حاجه، حلم كل شاب بيركب عربيه او قطاع كبير جدا من الشباب حلمه انه يركب عربيه ذات طبع مميز، عربيه مميزه شكلها مميز مختلفه، تبقى ماشيه كده مميزه. بس دايما عشان تبقى الحاجة مميزة او ان انا اعمل اي تعديل او تطوير في العربية بتاعتي بيبقى الموضوع فيه عائق كبير جدا جدا، نحط تحتيه كده 20-30-40 خط اسمه التكلفة. تمام؟ ليه؟ لان كل ما هاجي اعمل حاجة مميزة لازم هتكون ليها ايه؟ تكلفة اضافية. اضافية صحيح. تمام؟ طيب خلينا، انا كنت تابعت حضرتك على القناة على اليوتيوب عندك، ففي كذا فكرة انت كنت عاملهم حاجات جميلة وبتكاليف بسيطة، يعني نقدر نقول ايه طبيعه المواد الخام؟ ده سؤال طبعا اي واحد بيشوف ويتفرج بيبدا يفكر، ايه طبيعه المواد الخام اللي انا اقدر استخدمها في التعديل بس تكون لو كوست او التكلفه بتاعتها قليله او في متناول اليد؟ طيب هو مبدئيا لما حد بيجيب عربيه نفسه يعني يجيب عربيه تكون كويسه وشكلها حلو ويمشي في الطريق، ما حدش يعني ايه لمؤاخذه معلش يتريق عليه، اكيد لا، انا عايز عربيه تكون على قد فلوسي واقدر امشي بيها ويكون شكلها حلو. بالظبط. الموضوع ده مثلا انا هجيب العربيه ببدا مثلا في الاحلال بتاعها والتجديد من بدايه، ماشي، في يعني في مراحل كتير. تمام. بدايه يعني ما ينفعش انا العب في الشكل الخارجي واعمل تزيين وانا لسه العربيه اساسها مش مظبوط. تمام. فمبدئيا اي واحد يعني نصيحه برضو، اي شاب حابب يجيب عربيه هيجيب عربيه على قد فلوسه. تمام. هي اول تدور على اساس العربيه، فيها مشاكل في الصاج ولا حاجه هيظبط الصاج بتاعه. تمام. تمام. في مشاكل طبعا، في فيديوهات عن انا ما عنديش امكانيه ان انا اروح لسمكري والسمكري ايه محتاج مبالغ كبيره او قصص من دي. تمام. في موضوع المعالجه بالفايبر جلاس، الفايبر جلاس ده يعني حاجه جميله جدا وحاجه رخيصه. تمام. واي حد يقدر يعني لو في يوم واحد هيقدر يتعلم الموضوع ده ويشتغل بيه. ممتاز. تمام. هيعالج اماكن الصدى، في فيديوهات عن الموضوع ده، ان هو يصنفر الصاج بتاعه اماكن اللي فيها البرومه بس مش هيفتح. ويصنفر من جوه ومن بره. تمام. بحيث ان هو يشيل اي بويات موجوده، وبعد كده بيدي طبقه يرجعها على الصاج. يرجعها على الصاج عشان ما يكونش فيه حاجه. الفايبر فيه مواد مذيبه. تمام. لو هو حط الفايبر على بويا مش على الصاج على طول هتنطر بعد كده، لان في ناس بتعلق بتقول لك الفايبر بينطر، فما هو بسبب ان انت ما جهزتش صح. تمام. تمام. دي البدايه. خلينا نبدا بقى باول خطوه او اول حاجه، يعني نبدا ناخدها مرحله مرحله. تمام. يعني اول مرحله خليني ان انا قبل ما اقول ان انا هجيب عربيه فيها شغل خارجي، لا انا جبت عربيه كويسه واساسياتها كويسه وشكلها. تمام. كويس. وليكن مثلا 128 هوندا سيفيك، اي عربيه رخيصه بس حالتها كويسه وشكلها كويس. تمام. بس انا عايز اخليها مميزه. طبعا اول حاجه بتخلي العربيه او بتميز اي عربيه حتى لو عربيه جديده، يعني انا حتى لو شاري عربيه 2018 او 2019 وحابب اخلي شكلها مميز، اول حاجه بتبقى مبهره وتبان على طول الانوار او الاضاءه. صحيح. هي دي بتبقى اول حاجه بتبقى عندي في ان انا بعدل العربيه او انا بفكر اعمل عربيه بطبع مميز، بتبقى عندي الاضاءات، هي دي بتبقى رقم واحد. وحتى الشركات الكبيره لما نيجي نتكلم عن الشركات الكبيره والسيارات الفارهه بتلاقيه دايما يهتم جدا بنقطه الاضاءه بتاعه العربيه، الاضاءات شكلها عامل ازاي، لان هي دي اللي بتميزه في الاخر كعربيه عن عربيه او كموديل بتاعه عن موديلات موجوده في السوق. خلينا نتكلم بقى ان في مقاطع طبعا حضرتك حطتها على اليوتيوب خاصه بتعديل الفوانيس. تمام. يعني هنبدا تعديل الاضاءه، واول حاجه في الاضاءه اللي عندي ايه؟ الفوانيس بتوع العربيه. خلينا نتكلم كده في عجاله باختصار، لو انت حضرتك عايز تشرح لنا حاجه ازاي انا مثلا عندي عربيه وعايز اغير شكل الاضاءه بتاعتها، ايه الافكار واقدر انفذ الفكره دي ازاي؟ طيب اولا رقم واحد موضوع الفوانيس، في فوانيس بتبقى الباغه بتاعتها ازاز وفي فوانيس نازله باغ. طبعا تمام. القديم كان الوش بتاعه ازاز، الجديد باغ، كله باغ، باغ اكريليك. تمام. الباغ ده عشان السؤال ده بيجي لي كتير برضه على القناه عندي على اليوتيوب، ايه النوع ده؟ اكريليك. تمام. اسمه اكريليك هو المسمى بتاعه.
تمام. تمام. التخانه بتاعته السمك بتاعه بيكون 2 مللي ونص. 2 مللي ونص. اه انا مثلا لان انا كده كده هجيب عربيه على قد الايد، ف يعني احتمال كبير جدا ان الوش بتاعها هيكون ازاز. اكيد. لانها موديل قديم. اكيد. تمام. هحتاج احاول اغير الوش ده، طبعا هجيب الاكريليك. موجود اقول على اماكن بشكل عام موجود بشكل في القاهره مثلا في القاهره في شارع الجمهوريه موجود الاكريليك. بيبقى عند مين يعني؟ انا انزل في مثلا ادور على ايه؟ في شركات متخصصه في شارع الجمهوريه موجوده شغلها الاكريليك بس، هي بتبيع اكريليك بكل التخانات وكل الالوان. تمام. مش كل الاكريليك بيستخدم في تعديل فوانيس. تمام. في الاكريليك الشفاف، تمام، تخانه 2 مللي ونص، لان في ناس بتروح بينضحك عليها بيدولها بولي كربونايت او بولي كربونيت زي ما حد بيقول. بولي كربونايت ده بيبقى ملي ونص، ده اساسا ما بتشكلش بالحراره، ما ينفعش، بيبقى ضعيف بقى، بيبقى ضعيف. فحد بيروح لحد ما يعرف بيقول له ده ارخص خد ده، لا. فهو الاكريليك 2 مللي ونص اللي احنا بنستخدم في تعديل فوانيس. تمام. عشان تشيل الوش ده وعشان تبدا بقى تبين، لان تبدا الشفاف تعدل فيه تبدا تعدل ويبين لك الشغل ويبين لك الشغل اللي انت عملته جوه. تمام. طب ما انا ممكن، مش ممكن لو هي عربيه قديمه مثلا زي الفيات 128 مثلا اروح اشيل الفانوس كله او اغير الباغ دي واجيب له باغ واشتغل عليه؟ مش موجود اصلا. لا مش موجود. هو الوش بتاعه ازاز. تمام. فانت بتجيب بقى بتعمل بديل للوش الاول، لان انا مهما اعمل تعديل انا هجيب مثلا عدسات، هجيب ليدات، هجيب فصوص، هجيب رنجات كريستال، مفيش حاجه هتبان. اللي انا هعمله جوه مش هيبان. فرقم واحد ان انا اعمل وش شفاف عشان يبين لك جمال اللي انا هعمله، الحاجه اللي انا هعملها، الحاجه اللي انا هعملها جوه. تمام. تمام. في بقى اضافه اللي هي ممكن انا هركب عدسات. تمام. انا عايز الاضاءه معايا تعبانه، فعايز اعمل اضاءه كويسه وفي نفس الوقت شكل يديني شكل جمالي. تمام. لما انور النور الصغير يديني شكل جمالي. وش العربيه وهي جايه من بعيد الفوانيس هي وش العربيه؟ وش العربيه هي عينيها. هي عينيها. لو عين العين حلوه تمام، العربيه بتبص لها بنظره حلوه. تمام. فبنجيب عدسات، في عدسات بتبدا من 600 جنيه. تمام. العدسات دي اللي محتاج برضو يجيبها موجوده في التوفيقيه بكثره يعني. تمام. اي نوع؟ ملهاش نوع معين؟ لا، هي كل انواع بتبدا من 600 جنيه على حسب كل واحد بقى، في انواع كتير بس كله شغال يعني. بالنسبه للواحد عنده عربيه صغيره مش هيروح يجيب عدسه ب 2000 و3000 جنيه، لا. انا عايز عدسه سكه 600 جنيه هتمشيني وشكلها حلو وتطلع لي الاضاءه ايه زي ما انا عايز. تمام. الاضاءه المطلوبه انا مش محتاج، مش همشي بطياره يعني. تمام. في اضافه تانية، لو مثلا انا ما اقدرش اجيب عدسه وما عنديش الامكانيات ان انا اجيب العدستين ب 600 700 جنيه، في حاجه تانية اسمها رنجات كريستال بتيجي بتدي اضاءه بس بتتثبت، ليها تثبيتات تثبت في الفانوس من جوه، اللي هي بتبقى بتتباع دي في كارت كده. ايوه في كارت، بس في منها عادي لا كريستال دي عشان تبان بشكلها شيك. تمام. وشكلها جميل. بنجيبها بنثبتها وبنشغلها مع النور الصغير، ودي اسعارها مقبوله، ودي اسعارها 200 جنيه 250 جنيه. تمام. تمام. في حاجه تانية برضو اللي هو الليد خرطوم. في بنقول عليه سخان، في ناس بيقولوا عليه خرطوم، في بيقولوا عليه الليد. تمام. بيجي تثبت، هو جراي وفي ثابت. بيتثبت مثلا الفانوس شكل في شكل كده مثلا، بناخد يعني بفكر فيها بعمل لها رسمه معينه، اي رسمه في رسمه معينه وثبتها واعمل لها اساس اشتغل عليه. لان مش الخرطوم مش هيثبت، فلازم اعمل له شكل مثلا بالاكريليك. تمام. اثبته جوه يبقى كده حاجه ثابته، واشتغل اشكل عليها الخرطوم. تمام. بحيث لما الفانوسين يجيدوا مثلا انا هعمل ايه شكل خارجي، يبقى ده عكس ده بالظبط، يبقى الشكل مظبوط في الاخر. تمام. لو انا ركبت في حاجه من ضمن التعديلات، لو انا ركبت عدسات طبعا مش محتاج خلاص النيكل كروم اللي جوه، النيكل كروم متبهدل، اللي هو النيكل العاكس متبهدل، فانا خلاص مش محتاجه، هركب عدسه. فاجي جاي مصنفره صنفره مثلا 600 800. تمام. وباجي جاي رش سبراي اسود عشان خاطر ايه يكتم خالص، يكتم خالص. انا مش عايزه في حاجه، لان العدسه لغت الفانوس خلاص. تمام. فانا بديله اسود عشان يعني العدسه تعتبر عندي بديل عن الفانوس، بديل عن الفانوس. طيب العدسه دي بتبقى عدسه فرديه ولا بتبقى بالطقم؟ لا زوجيه. طقم. طقم. طقمه بيجي معاه في لمبات زينون معاه. تمام. وبيجي معاه المحولات بتاعته، بس في الاجهزه بتاعت الزينون اللي بتشغل اللمبات الزينون دي بتبقى لوحدها، بتتباع لوحدها. بتبدا من 200 جنيه وانت طالع. تمام. على حسب اللي بعد. خليني بقى قبل ما نتكلم في النقطه دي، في سؤال كده يعني مش اي حد عنده جرأة ان يفتح الفانوس ويقص ويعمل، اكثر الرغبه دي ازاي؟ والله الكلام ده في ناس كتير، واحد يعني من ضمن التعليقات اللي جات لي قال لي انا بقى لي 5 سنين مش قادر اعمل التعديل، لما شفت الفيديو بقى عندي قلب ان انا اعمل.
لا بص هقول لحضرتك حاجه، الفانوس يعني مش هيزعلني في حاجه. انت خايف على الفانوس مثلا، لو فانوس اصلي وعربيه جديده، اركن الفانوس وهات فانوس صيني وابدا حله. اولا موضوع الحل، في فوانيس بتختلف في العربيات الالماني، في العربيات الصيني بتختلف، تمام، العربيات الياباني كله بيختلف. بس المعتاد ان هو احنا بنجيب الفانوس بالهوت جان وبنسخن عليه على الداير بتاعه في سيليكون، السيليكون ده بيفك بالحراره، فك بالحراره. الالماني والكلام ده ما بيفكش بالحراره، ليه قصه تانية في الشد، قصه صعبه شويه، تمام. فده بيتحط في يعني نسخن عليه ان كان على حسب الامكانيات اللي عندنا احنا، ممكن استشوار في البيت هتحله عادي، تمام؟ يعني هتسخن عليه مصدر حراره، اي مصدر حراره، تمام. لو امكن بقى الافضل ان انت تجيب صندوق مقفول وتحط فيه الفانوس بتاعك وتشغل الهيتر، بس الهيتر او الاستشوار تشغله، بس الهواء ما يكونش موجه على الفانوس، يبقى هواء في المحيط، في المحيط، بحيث يبقى المحيط كله سخن بدرجه واحده، لان الهواء لو موجه للفانوس هيفسد. تمام. استاذنك نطلع فاصل وخليك معايا، هنرجع تاني نكمل كلامنا عن تعديل السيارات. اعزائي المشاهدين هنطلع فاصل سريع ونرجع تاني مع الاستاذ رافض مناع، نكمل حوارنا عن تعديل السيارات، وهنكمل تعديلات السريعة والبسيطة والسهلة واللي تخلي عربيتك دايما مميزة. استنوني. هذا البرنامج برعاية بتستورد من برا مصر سيارات، أغذية، ملابس أو أي سلعة تانية، استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال كنا بننام من غير قلق، من غير توتر، بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. بتستورد من برا مصر سيارات، أغذية، ملابس أو أي سلعة تانية، استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال كنا بننام من غير قلق، من غير توتر، بنرتاح. دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. We'll be right back.
اهلا بكم مره تانية ونكمل كلامنا مع الاستاذ رافت ونساله ايه انواع الكليريك وبتتلزق ازاي؟ يعني انت دلوقتي كنا قبل الفاصل بنتكلم بنقول ان انا اول حاجه هعملها هشيل الباغه بتاعت الفانوس او اي حاجه انا عايز اعدلها في الفانوس وهبدا اشتغل بالكليريك. طيب ايه انواع الكليريك وبتلزق ازاي؟ هو مثلا الاكريليك احنا بنتكلم على الاكريليك الشفاف اللي احنا بنستخدمه في الفانوس، ده رقم واحد، ده الاساس اللي احنا بنستخدمه. رقم اثنين الاكريليك الاحمر الشفاف، ده للفوانيس الخلفيه، بيستخدم معاه في الفوانيس الخلفيه. تمام. الاكريليك الاحمر المحبب، تمام، ده برضه بيستخدم في الفوانيس الخلفيه. الاكريليك الاصفر محبب، كل ده تخانه 2 مللي ونص. تمام. يعني تمام. انا بشتغل اساسا في اول واخر على تخانه 2 مللي ونص. اه تمام. في 2 مللي بس بيبقى ضعيف في الكسر، تخانه 2 مللي ونص بيكون قوي، 3 مللي هيكون صعب في التشكيل، ف2 مللي ونص ده المتوسط، انسب واحد. انسب تخانه سلك. تمام. زي ما قلنا الشفاف والاحمر، والاحمر المحبب والاصفر المحبب والابيض الحليبي. تمام. الابيض الحليبي ده بقى ده برضه عليه عامل كبير في التشكيل وفي لو حضرتك شفت الفيديو بتاع تعديل الفوانيس عندي. الفيديو على القناه. شكل الباغه الاول كانت ازاز ما يبانش منها الفانوس، ما يبانش منها اي حاجه من جوه، ما يبانش منها اي حاجه. عملنا الوش الاول اكريليك شفاف. تمام. اللزق بقى اللزق حاجه اسمها كلوروفورم. كلوروفورم ده متوفر برضو موجود، هتلاقيه في شارع الجمهوريه. تمام. او في اسكندريه في المنشيه او في دربال على حسب مكانك. لو في اسكندريه في المنشيه جنب السدره القاهره شارع الجمهوريه. تمام. ده بيبقى اي محل كيماويات يعني؟ لا لا، دول شغل اكريليك وباغ. هم يعني هو نفس الشخص اللي بيبيع للاكريليك هو اللي بيبيع للازق. هو هيكون عنده. تمام. تمام. فده اللي بيستخدم في اللزق. طبعا في اثناء اللزق الكلوروفورم لما بنلزق بيه الاكريليك بياخد مثلا 5 دقائق عبال ما يمسك. فاحنا لما بنيجي مثلا نقطع نعمل التشكيل بتاعنا. تمام. فاول حاجه بنجيب امير ونلزق نقط بحيث ان هو يبقى ماسك. نعمل كهيكل الاول. وبعد كده الفواصل دي بقى بندوها بسرنجه بنسحب كلوروفورم بيها. وبنعمل ايه الفواصل دي بنديها كلوروفورم يلزق بقى مع نفسه. بس انت الامير هو اللي بيبني الهيكل الاولي، بيبني بيه الشكل الاولي. طبعا برضو موضوع السيفت مهم جدا، ان انت الكلوروفورم ده وانت شغال تكون لابس نظاره ما يجيش في عينك، مهم جدا. وانت ممكن شغال بالسرنجه تيجي حاجه تنطر، فمهم موضوع السيفت ده. تمام. شكلنا احنا طبعا احنا بنشكل بنسخن على حسب الحجم بتاع الفانوس. انا بعمل الفانوس بتاعي فعايز اشكل الباغه عليه، على الفانوس بتاعي على حسب نوع العربيه. يعني انا دلوقتي هجيب لك كليرك واشتغل اوريدي على الفانوس، يعني هبدا الفانوس على الجسم بتاع الفانوس نفسه. على جسم الفانوس انا هشكل على جسم الفانوس، لان انا كده كده مش هعرف اعمل تصميم داخلي، اعمل اسطمبه جوه بره. بالظبط. فانا هقدر اعملها اصلا، مش هقدر، صعب. فانا بنتكلم في السهل اللي احنا نقدر نعمله في بيتنا، في مكان مكان جوه في الشغل. اي حته لو انا عايز ان انا اقدر اعملها بايدي يكون الموضوع بسيط وسهل. تمام. مش معقد يعني. بنشتغل بالهوت جان او الهيتر. بنسخن الجزئيه بتاعتنا، بنقص الشكل بتاعنا بس ما بنقصهوش على قد المقاس بالظبط. بنزود مثلا 4 سم 3 سم من الجنب ده 3 سم من الجنب ده، لان انت كده كده بتشد منه وبعد كده الانحناءات والحاجات الزيادات دي بتطلع فيه. تمام. بعد كده بتقص عليها. تمام. بتقص بعد ما اخلص خالص. بعد ما اخلص خالص وبنشد بقماشه اساسا. طيب بقص بقى بايه؟ بالصاروخ ولا بالصاروخ؟ بالصاروخ بطرب بسكوت الرفيعه. تمام. بنشتغل عليها بعد ما نخلص خلصنا كله. عملنا القوايم، لو هو فانوس قديم كده كده بيبقى معمول قوايم، لان الفانوس مش هنقدر نشكله غير بمكنه يعني. في فانوس، معلش برضو الحته دي نقطه مهمه جدا. في فانوس انا باخد الوش المسطح بتاعه بس بيبقى فيه دورانات. بعد الدورانات بيبقى فيه قايم اللي هو داخل. ايوه اللي بيبيت في الفانوس نفسه. احنا كده الاكريليك عمرك ما هتعرف تجيبه يدوي تشكل بيه ده. طبعا لازم يكون مكنه، والمكنه دي مكلفه جدا، فمش هتعرف ايه يعني. احنا كورش ما بنجيبهاش. اكيد. تمام. فالحل الثاني ان احنا بنعمل القايم ده جدار لوحده، بنقيسه ونشكله على الدوران، والدوران والاطار الخارجي. والاطار الخارجي بنلزقه على قطعتين. قطعتين او 3 على حسب القوايم. القوايم ديت ممكن تكون ايه، تيجي معاها 3 قطع. تمام. وبعد كده بنلزق بقى اللزق بتاعنا وبنثبت. ونهتم جدا جدا بموضوع ان احنا لزقنا صح
لان لو انت عملت الفانوس كله وجيت في حته مهويه ما تزقش الفانوس هيخش فيه ميه وتراب كل سنه طيب، يبقى انت تعبك ده راح. هو كده الفانوس كله، فهي دي نقط مهمه جدا. وفي التقفيل برضو الباغه مع الفانوس ان احنا نلزق بالسيليكون، واللي يفضل سيليكون عظم يعني، بنملى الفراغ ونقفلها ونكبسها ونلزقها بلزق ونسيبه الايه ساعتين ثلاثه يلزق ينشف. تمام، ينشف براحته بقى. براحته اه، ده بعد ما نكون عملنا طبعا احنا ركبنا العدسات او ركبنا عملنا الشكل الكامل، الشكل اللي احنا محتاجينه جوه يعني اللي بفكر فيه ده شغل. طب ما فيش عليه يعني دلوقتي انا كمبتدئ وما عنديش خبره كافيه بالكليرك، ما عنديش خبره كافيه بالقصه دي كلها، ايه الحاجات البسيطه اللي انا ممكن اقدر ابدا العب بيها عشان اتجرأ؟ يعني انا واحد من الناس مش هيجيني جرأة ان انا افك في نص عربيتي واعمل فيه كده، طب فاهم؟ فلكن ممكن اعمل ايه لو انت قلت لي مثلا انت ممكن نعمل كذا، ممكن نعمل كذا، حاجات بسيطه تديني الجرأة ان انا ايه ده، ان انا ابدا اقتحم المجال واعمله بايدي. ده بيحصل كتير، والناس بتتصل بيا وبتقول لي انا خايف هبوظ الفلوس. بالظبط، يعني هقول لحضرتك حاجه، انا جات لي عربيه كريزلر، عربيه مبلغ كبير جدا وبتاعت ناس مسؤولين ماشي، كان السواق برضو يعني ايه كان حصل شغل في الاضاءه ونفس يعني نفس القصه نطلع منها المهم. ان احنا نعمل شغل في الفانوس يعني ما فيهاش خوف، انا ممكن اجيب اي شكل، مش قصه ان انا اعمل في الفانوس ما العبش فيه، انا خايف هركن الفانوس على جنب اجيب اي شكل ان شاء الله يعني كوبايه اي حاجه طبق يعني عشان اشكل عليه وابدا اجيب اكريليك، مش هينفع غير الاكريليك يعني، محدش يجيب مثلا بوليكربونات ويقول لك انا هجرب عليه، لا ما ينفعش لازم تجيب الاكريليك لان دي الخامه اللي هتشتغل بيها وتعرف ايه هي دي الاساس بتاع شغلي، دي الاساس شغل. بس النوح بتاعها، النوح بتاع الاكريليك بيعمل في حدود 800 جنيه تمام؟ تمام، فانت مش هتجيب طبعا اه مش لا بتاع المكان. ما هو لحضرتك في ناس بتبيع الواح اللي هم بتوع الجمله، لا ما تخش على بتوع الجمله، في ناس ثانيه غيرهم بيبيعوا اربع الربع ب 200 جنيه، فانت تجيب لك ربع تجرب بيه تمام، ما تجيبش لوح ب 800 جنيه وبعد كده تبوظ وبعد كده انت ايه هتخاف. تمام بالظبط، فهات 200 جنيه ولو بوظت مش هتبقى انت زعلان، مش هتبقى زعلان بالظبط، انا ممكن اجرب اكتر تمام اه، طالما التكلفه قليله. فابدا اشكل على اي حاجه، اسخن بالهوجم واشكل على اي تشكيل، المهم اوصل ان انا اقدر اعرف الحراره. هو عامه التسخين بيكون في حدود 10 دقائق تمام، والتسخين دايما انا معايا الاكريليك اهو، فانا ببدا من النقطه ديت امشي كده وارجع بعدها كده كده لحد ما اجي زجزاج اه زجزاج، وابدا تاني من النقطه دي. يعني في نقطه لو انا كترت الحراره في مكان وانا ماشي من غير ما اخد بالي هتفقفق وتعمل هواء تمام، هتعمل نقط هواء يبقى هتبوظ مش هتسيب. فانا اوزع الحراره والمشي بالطريقه ديت هاديه ما زجزاج طول ما انا يعني مش سريع ولا بطيء تمام. هتبدا معاك يعني سخنت مره يجي قلب الاكريليك وسخنه سخن الجانب الثاني لافف، فما استعجلش لازم احس ان هو ابتدى لازم يلين لحد ما يلين، ولما اشيله اتقل معايا بسهوله يبقى كده ابدا اشكلك كده تبدا تشتغل عليه. لو اتشال وشايل نفسه لا يعني لازم طول ما انا حسيت لا بالظبط، طول ما انا حاسس ان هو خلاص ماسك نفسه لسه افضل لسه على التسخين وقال معايا. خلينا نطلع من الفوانيس وناخد حاجه ثانيه سريعه كده برضو من الحاجات الملفتة جدا وبتبان جدا، الجنوب. طبعا الجنوب دي لا احتكم على اي حاجه بالجنوب، يغير الجنط يا اما احاول اعمل فيه اي ديكور. هو عامه تغيير الجنط ده طبعا دلوقتي عشان اركب جنط شكله حلو قوي يعني بقول لك عليه بصراحه يعني طبعا. وعشان اعمل جنط شكله حلو انا مثلا بجهز عشان اجيب جنوط للعربيه اللي انا مشدها بتاعتي الجنوط لوحدها معديه ال 12000 مع الجنوط دي حد صراحه غير كوتشها كمان بعد هجيب جنوط مميزه لا ان شاء الله اغلى من غالي طبعا تمام. فانا عشان اجيب جنوط اخليها مميزه حاجة بسيطة جدا، هجيب شنيور واجيب صنفرة موجودة عند اتحادية دبيات صنفرة سلك بتركب الشنيور تمام، لان الصاروخ طبعا مش هينفع، الصاروخ بيبقى سريع انت ما عندكش احترافية ما تشتغلش بصاروخ، لا مش قصة تبوظ الدنيا، الصاروخ سريع تمام
الصنفره دي بتطير منه شظايا سالكه، فعشان ما تاذيش نفسك تشتغل بالشنور، الشنور هذه وتشتغل ايه بسرعات، ودي بتبقى صغيره يعني ما بيبقاش فيها قلق منها. تصنفر الجنط ده كله دي جايب بويه مدلك شكلها حلو ومتوفره دلوقتي سبراي، تمام مش لازم تروح لحد وتجيب بويه غاليه، هتجيب سبراي وترش المتال سبراي هو العبوات يعني سبراي عبوات، وفي سبراي كمان شفاف موجود بعد ما تخلص كله تجرس شويه زي الورنيش، تبقى زي الورنيش، هتلاقي الجنط شكله جميل ويرسمه رسمه حلوه كده على مزاجك، ورش اديله الورنيش في الاخر هيبقى الجنط شكله جميل وشكله شيك وحلو. ومش مكلفش يعني القصه كلها مش هتكلفك 200 جنيه. طيب طبعا في نهايه لقائنا ده انا حضرتك انا سعيد جدا جدا بوجود حضرتك معانا النهارده بالحاجات اللي اثرتنا بيها والبيانات اللي حضرتك اديتها لنا والمعلومات القيمه اللي اتكلمنا فيها النهارده خاصه بالتعديل الفوانيس والجنوط، وطبعا احنا نتمنى ان يكون الوقت اكتر من كده بس للاسف احنا في التلفزيون دايما معكومين بوقت، فطبعا انا كنت اتمنى ان يبقى الوقت اكتر من كده عشان نتكلم استفاده اكتر، ولكن احنا ممكن نتناوب الموضوع بعد كده في حلقات تانية ان شاء الله باذن الله لتكمل الاستفاضه ان شاء الله. اعزائي المشاهدين شكرا جدا، نشكر ضيفنا الجميل الاستاذ رافت واشكركم جدا، وان شاء الله استنوني عشان هنتكلم في حاجه مهمه جدا جدا جدا، عربيتك على قد فلوسك، الفقره اللي دايما بنستناها في اخر كل حلقه عشان نعرف عربيه جديده بسعر جديد. استنوني. هذا البرنامج برعاية بتستورد من برا مصر، سيارات، أغذية، ملابس أو أي سلعة تانية، استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال كنا بننام من غير قلق من غير توتر بنرتاح؟ دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. بتستورد من برا مصر، سيارات، أغذية، ملابس أو أي سلعة تانية، استورد براحتك وسيب الجمارك علينا. مؤسسة الصديق للتخليص الجمركي، ثقة، مصداقية. فاكرين زمان واحنا أطفال كنا بننام من غير قلق من غير توتر بنرتاح؟ دلوقتي مع مرتبة هيلمان هنرتاح ونرجع ننام زي زمان. مع هيلمان هننام زي الأطفال، مع هيلمان هتنام زي زمان. أعزائي المشاهدين وفقرة من أهم فقرات برنامجنا عربيتك على قد فلوسك، ومكملين معاكم في الشريحة الثانية من الفئات اللي احنا كنا اتكلمنا عليها، الفئة من 30,000 لغاية 60,000. كنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت عن نموذجين في الفئة دي، عن العربية الشعبية والأكثر شيوعا عن الشاهين، وعن العربية الشبابية الجولف.
النهارده هنكمل كلامنا معاكم عن فئه مختلفه شويه في نفس الفئه السعريه، هنتكلم عن الجميله هونداي اكسنت، واللي تعتبر من السيارات الشعبيه نظرا لما حققته من مبيعات كبيره في مصر مع بدايه العام 1999. جت العربيه دي في جيل جديد في مصر كموديل 2004 مع مزيد من التجهيزات لمخاطبة شريحة أكبر من المشترين، تمام؟ تعتبر العربية الهونداي أكسنت دي عربية خليفة الهونداي إكسل، يعني هي التطوير بتاعها، وهي عربية بتعمل بمحرك أمامي، نظام جر أمامي، وبدأ تصنيعها من أول سنة 1994، وجي الجيل الثاني من العربية دي منتج بين عامي 99 لغاية 2005. هي عربية سيدان بأربع أبواب، وفي منها هاتشباك بخمس أبواب. تتنوع محركاتها ما بين فئتين أو أكتر من فئة، فئة 1300 سي سي و 1500 سي سي و 1600 سي سي، بنقل حركة يدوي مانيوال يا إما خمس سرعات أو أوتوماتيك بسرعة بإيه؟ بنقل سرعة أربع سرعات. المحرك 1300 سي سي بيديني قوة 72 حصان بعدد في 5500 لفة في الدقيقة. المحرك بقوة 1500 سي سي ده انجكشن، والمحرك 1300 سي سي ده كاربراتير، عشان نبقى احنا عارفين الفرق بين الموديلين. مميزات العربية الاكسنت، العربية الاكسنت معايا بتتميز بمميزات عديدة جدا، تعتبر عربية اقتصادية جدا 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 في البنزين، كما ان قيادتها سلسة وناعمة، كما انها عربية اعتمادية. يعني ايه عربية اعتمادية؟ النسخة بتاعتها ليها اكتر من محركين، محرك 1300 سي سي وده طبعا بيبقى موفر جدا في البنزين، وال1500 سي سي برضو يعتبر محرك موفر في البنزين. تعتبر هونداي اكسنت من انجح العلامات التجارية ليه؟ لان عملت على توفير قطع الغيار وصيانتها بشكل ايه؟ بسهولة، بيبقى توفير قطع الغيار والصيانة بشكل سهل. وتتميز اكسنت من العربيات الاقتصادية في الدول الفقيرة للنفط او الدول اللي ما عندهاش نفط بشكل كبير، لانها محركها صغير. طبعا التصميم الداخلي للعربية تصميم كويس وقوي ومريح للسائق وللموجودين جوه العربية. طبعا بتبقى جوه العربية عندي لوحة تحكم داخلية، اقدر اتحكم مكيف الهواء، بتحكم في المقاعد، المقاعد بتاعتها مريحة جدا، مصنوع من الجلد او في منها مصنوع من القماش، تمام. من ناحية تانية الشكل الخارجي، هي عربية مدعومة بهيكل متين ومنظر جميل، طبعا العربية شكلها جميل والهيكل بتاعها برضو ايه؟ قوي. نادرا ما بيحصل فيها عيب مصنعي، يعني العربية دي بتنزل تقريبا متكاملة من المصنع. العربية دي بتتميز بمقصورة داخلية بتوفر الراحة للسواق والايه؟ والراكبين فيها. ليه؟ لسبب بسيط جدا، ان انا اقدر اتحكم في كل حاجة العربية من داخل العربية. كمان عندي فيه نظام صوت، في سماعات في الابواب، المقاعد الخلفيه طبعا مقاعد مريحه ممكن تقعد عليها بشكل كويس، الصالون بتاعها كويس، المقاعد في منها ممكن يكون جلد او قماش. بتيجي معاها تكييف، طبعا عربيات اللي هي فئه 1500 سي سي بتنزل عربيات مكيفه. طبعا لما نيجي نقارن بين الاثنين هلاقي طبعا 1500 سي سي افضل من 1300 سي سي، وخاصه انا وشغال بايه؟ بالتكييف، او انا مشغل التكييف. طبعا الازاز، ازاز في 1500 سي سي كله كهرباء، الازاز في 1300 سي سي مش كهرباء، ازاز عادي خالص. طبعا كل عربية في الدنيا او كل اي عربية هنتكلم عليها من اي فئة هيبقى فيها عيوب. من اكتر العيوب اللي موجودة جوه العربية الاكسنت صغر حجم المحرك، يعني ما ينفعش تمشي بيها مسافة طويلة. يعني ايه ما تنفعش تمشي بيها مسافه طويله؟ عشان المحرك بتاعها 1300 سي سي او الستاندر بتاعها 1500 سي سي. طبعا عربيه خفيفه على الطريق، يعني ما ينفعش امشي بيها بسرعات عاليه. المعدن الخارجي ليها ما بيتحملش الصدمات، لانه هو معدن ايه؟ خفيف، او محرك او الجسم بتاعها خفيف ما يستحملش الصدمات. المحرك بتاعها طبعا عشان بحكم ان هو محرك صغير 1300 سي سي، فبيبقى مش كويس قوي في السحب مع السرعات الكبيره، وخاصه وانا مشغل التكييف. من العيوب اللي بترتبط بمضخه الوقود، لان هي بتتعرض لاعطال كتير خاصه بمضخه الوقود، يعني مضخه الوقود او طرمبه البنزين من اهم العيوب اللي بتبقى واضحه في العربيه دي.
بعض الاضرار ما عندي الطابلون مع الشمس ومع الاستخدام لو ما حافظتش عليه بيبدا يتشرخ وبيبدا يطلع فيه بعض ايه العيوب. الشكل العربيه من 99 لحد 2005 من اكتر العربيات الاكثر مبيعا في السوق المصري، يعني عربيه بتتباع كده هوا وانت وماشي لو فكرت تبيعها في اي وقت هتقدر تبيعها بمنتهى السهوله. وقتنا خلص، بس الكلام لسه مخلص. استنوني الحلقة الجاية بموضوع جديد وعربية جديدة وفكرة جديدة في حلقة جديدة الأسبوع القادم إن شاء الله في نفس الميعاد. استنوني.